للحديث عن هجوم ميليشيا الحوثي في محافظة مأرب اليمنية وتداعياته المحتملة على الأوضاع السياسية والإنسانية، ينضم إلينا عبر سكايب من هولندا الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء. دكتور عبد الباقي، مرحبا بكم. يعني كيف يمكن أن نقرأ، أهلا بك، كيف يمكن أن نقرأ هجوم ميليشيا الحوثي في مأرب في هذا التوقيت بالذات، حيث من المقرر أن تجرى مفاوضات بين الجانبين؟ يعني هل هناك تناقض في المواقف دكتور؟ لا، ليس هناك تناقض في المواقف، هناك العقل السياسي والجغرافية اليمنية أصبحت مجالا للصراع المحلي والإقليمي والدولي، لأن الآن هناك صراع رسائل، هناك إعادة تشكيل المنطقة، رفع تصنيف الحوثيين مرتبط بعنصرين، العنصر الأول هو نوع من عربون علاقة جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية وهي رسالة إلى إيران، وأيضا مرتبطة استراتيجيا لأن ثنائية السنة والشيعة وشمال جنوب هذه ضمن إعادة تشكيل جغرافية اليمن على النموذج العراقي، لأن الآن من الملاحظ أو نتبع من تربة الاهتمام أن النموذج العراقي ربما يعمم على الجغرافيا اليمنية، ولذلك تلاحظ ليندر كينج كان يعني أحد المختصين في السفارة الأمريكية في بغداد، وروبرت مالي أيضا مختص في هذا المجال، إذن هناك هندسة للثنائيات. طبعا الصراع الآن أيضا هناك تصعيد ثنائي متجه للمملكة العربية السعودية، وهذا مرتبط برسالة إيرانية أكثر منها رسالة محلية. نعم. لأن الرسالة المحلية متجهة إلى مأرب، ورسالة متجهة إلى السعودية، الهدف منها أن إيران ترسل رسائل واضحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى المملكة العربية السعودية بأن مجالها القوي وجغرافيتها يعني مفتوحة ويمكن استهدافها من قبل الذراع الحوثي، وما زال لم تتحرك إيران كدولة بكل إمكانيتها، وبالتالي هي الآن أعطت الدور، وهو دور في إطار يعني عمل جمعي، يتبادلون الأدوار. الآن هناك استهداف للسعودية ورفع مستوى هذا الاستهداف، وهذا مرتبط بالاتفاقية النووية، وهناك في الداخل اليمني اتجاه نحو مأرب، وهذا أيضا له هدف، الهدف منه إذا تمكن الحوثي من السيطرة على جزء أكبر يحسن موقفه التفاوضي، وإذا يعني استولى على المحافظة برمتها فإنه أصبح يمتلك مقدرات مالية من حيث النفط والغاز وكثافة سكانية، إذن هو يتحرك على هذين المسارين في تكامل استراتيجي في هذه العمليات، وسيستمر في هذا طالما أن هنالك إذا لم تفتح جبهة صنعاء، لأنه إذا فتحت جبهة صنعاء أو تعددت الجبهات ربما هذا يسحب كثير من قوات الحوثي المتمركزة على تخوم مأرب. دكتور عبد الباقي، يعني موقف غريب حقيقة، واشنطن يعني ترفع ميليشيا الحوثي من قائمة المنظمات الإرهابية الدولية، موقف يتصف بالغرابة، أليس كذلك؟ لا، أنا كما قلت لك أن إذا أردنا أن نحلل، هم الأمريكان حتى في التصنيف الحوثيين بكل المفاهيم الدولية الأمريكية أو الأمم المتحدة أو أي، مع أن هناك تعدد لهذا التعريف، ينطبق عليهم وصف الإرهابيين، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية توظف هذا التصنيف سياسيا، بمعنى أنها لا تريد أن يتم اجتثاث الحوثي من الجغرافيا اليمنية، هي تريد في اليمن أن يكون هنالك ثنائية سنة شيعة، أن يكون هنالك ثنائية شمال جنوب، هذا المشروع الشرق أوسطي لمنطقتنا الذي يعيدنا إلى ما قبل الدولة الوطنية هو عملا قصديا. اثنين، هي تريد أيضا أن تمهد إلى دخولهم في حال الضغط للذهاب نحو تسويات يكون عملية أسهل، لكن الحوثيين يدركون كثير من المعطيات، يعرفون أنهم لهم لوبي يعني خاصة في اليسار، الحزب الديمقراطي تمكنوا من النفاذ إلى شخصيات مؤثرة وحاولوا تعميم المظلمة الحوثية ونجحوا أكثر من السلطة الشرعية، وهنالك حالة تضامن في اليسار الديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة طبعا إلى العلاقة الإيرانية الأمريكية وكيفية يمكن
يعني مغازلة وإرسال رسائل لإيران عن طريق على حساب الشعب اليمني. طيب دكتور عبد الباقي، يعني مراقبون يقولون أن الحل السياسي جاهز ومطروح، ومسألة يعني موضوع معركة مأرب تأتي لترتيب أوراق سياسية، ما مدى اتفاقكم مع هذا الطرح؟ لا أعتقد أن الوضع في اليمن سهل ويمكن التوصل إلى تسوية. هناك الآن الحوثيين سيطروا خلال 6 سنوات ومن تأجيل إنهاء الانقلاب استطاعوا أن يستولوا على كل مقدرة الدولة من أسلحة، والآن في مأرب اكتشفوا أن أسلحة الحرس الجمهوري حافظوا عليها، وهي الآن هي التي تتجمع الآن بكثافة على تخوم مأرب. وبالتالي الحوثيين وجدوا وقت للسيطرة على الجغرافية لإدارة شؤون المواطنين، وجدوا وقت لنهب أموال الدولة ومواردها، وجدوا وقت لإعادة تشكيل الذاكرة الوطنية، وجدوا وقت لتحقيق انتصار رمزي بأنهم صامدون لسنوات أمام هذا العدوان كما يقولون. هذان يقومون بتعبية الجماهير، يقومون بتسويق ذاتهم، ومن هنا هذا جانب أول. الجانب الثاني لديك أيضا التحدي الحراك الجنوبي، المجلس الانتقابي الجنوبي مدعوم إماراتيا، وهذا أيضا خلق لدينا هويتين شمالية جنوبية وأهداف وطنية تشتت المجهود الوطني. إذن لدينا هنا صراع يتجاوز اليمن نحو ولي الفقيه، وهناك ثنائية سنة شيعة، ولدينا هنا صراع هويات، ولدينا شعب يمني تم خلق أزمة إنسانية بعمل قصدي، بحيث أنه يمكن إيقاف معارك في أي لحظة تحت هذا السبب الذي هو موجود. هناك عنصرين لإيقاف المعارك، الإرهاب والوضع الإنساني. إذن نحن أمام صراع إقليمي محلي دولي في لحظات زمنية متراكمة ومعقدة. نعم دكتور. ولا أعتقد أن الحل قريب. عبر سكايب من هولندا الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء، شكرا جزيلا لكم.